عليكم. إن شاء الله نبدأ بشرح المحاضرة الثانية من محاضرات الفارما اللي هو الفارماكوكاينتيك. نكملها اليوم محاضرتنا، راح نعرف شنو البايو افايلابيلتي، شنو يقصد بها، وكذلك راح ناخذ أيضا الديستريبيوشن. لكن بالبارت الأول راح يعني نقتصر بس على البايو افايلابيلتي. البايو افايلابيلتي is the rate and extent to which an administered drug reach the systemic circulation. شنو يقصد بها؟ شوفوا طلاب، البايو افايلابيلتي يقصد بها نسبة الدواء، نسبة الدرج اللي وصل لمن؟ للبلازما، اللي وصل للدم. ايش قد نسبة الدواء اللي وصل للدم؟ زين، هذا يعتمد على طريقة يعني شلون اخذته، اورالي لو انترافينوس لو ركتال، زين صب لانجوال صب كيوتينوس، يعتمد على الروت اللي اخذت بيها الدرج. البايو افايلابيلتي نعتمد بيها على الروت اللي اخذت بيها الدرج. مثلا اذا اخذت اني اورالي، مثلا اخذت حبايه اورالي، زين مثلا الجرعه كانت مالتها الدوز 100 ملغ، مكتوبه على التابلت مالتها 100 ملغ، زين من اجيت وقست النسبة مالت الحباية الجرعة مالتها اللي وصلت للبلد مالتي شفتها 70، طيب انا اخذت 100، 30 الباقية وين راحت؟ احنا اخذنا اورالي طلاب، فما دام اخذنا اورالي فهو راح يمر للجي اي تي، وبعدها راح يمر لمن؟ راح يروح للانتستين سمول انتستين، بعدها يروح للبورتال فين، بعدها يروح للليفر، وهناك راح يصير له ميتابوليزم، راح يجي الانزيمات مالت الليفر تكسر هذا الدراج، زين تكسره بحيث تاخذ 30% يعني ياخذ الليفر، و 70% راح يطرحه المن؟ للبلاد. زين، فلذلك قلنا البايو افايلابيلتي راح تعتمد على طريقة الروت اللي انا اخذ بها الدراج. نجي نقرأ ونشرح. البايو افايلابيلتي is the rate and extent to which an administered drug reach the systemic circulation. يقول هي تمثل لي المعدل او النسبة اللي يوصل بيها الدراج لمن؟ للسيستميك سيركوليشن، للدورة الدموية. For example if 100 ملغ of drug، مثل يعني المثال اللي انا ضربته هسه، 100 ملغ من الدراج جرعة دواء اخذتها بجرعة 100 ملغ، زين is administered orally and 70 ملغ is absorbed unchanged. يقول اخذتها orally، زين وبعدين من اجيت للبلد وقست الدوز مالت الدراج ها شفتها 70، يعني الابزوربشن صار للدراج ابزوربشن وصل للدم بنسبة 70. اذا البايو افايلابيلتي شقد؟ 70%، لان هي وصلت 70 من الدراج صار الابزوربشن وراح للبلد، امتص البلد بس 70، 30 الباقي صار لها ميتابوليزم بالليفر لان انا اخذتها اورالي. زين، يقول determining bioavailability is important for collecting drug dosages for non-intravenous route of administration. يقول يعني طريقة التحديد او قياس bioavailability، مثلا اريد ان اعرف هذه الدوز مالت هذا الدراج بالبلد، بلا دوز يعني كمثلا شيء اشوفه بعيني على التابلت مثلا 100 ملغ، لكن اذا اي اد اشوفه بالبلد ايش قد الدوز مالته بالبلد الدقيسه بعد ما انا اخذته، هاي اسميها البايو افايلابيلتي، هذه اسميها البايو افايلابيلتي. زين، هذا شلون اقيسه؟ هذا طلاب تعتمد determination of bioavailability، راح يقولون comparing plasma level of drug after particular route of administration. For example oral administration. شوفوا طلاب، هنا انا مطينا يعني كطريقة لأخذ العلاج orally، هي احنا ناخذ الدراج يعني different route، زين بس هنا يعني كشي شائع وكشي كمان منطينا يا انه ضاربنا مثال، مثلا انا اخذت العلاج orally، زين اخذته orally،
هذا بما ويا من أقارنه، أقارن هذا الدراج اللي أنا أخذته أورالي أشوف نسبته بالبلد، أشوف البايو أفايلابيلتي بالبلد مالته إش كثر بعد ما أنا أخذت أورالي، وأخذ أيضا انترافينوس مثلا على سبيل المثال، أخذنا شخص ثاني انطينا انترافينوس نشوف يعني نسبته جيد بالبلد. طبعا الانترافينوس راح يصير لأبزوربشن، مثلا طيت الشخص مثلا عن طريق الوريد انجكشن بنسبة 150 أو 100 ملغرام، راح يصير الأبزوربشن 100%، يعني طيتها يعني هي الدوز مالته 100 بالانترافينوس راح يكون 100% صار له يعني امتصاص يصير له كامل. ليش؟ لأن هو مباشرة راح للوريد، مباشرة راح للبلد، ما راح للجي اي تي وبعدها راح للليفر وصار له ميتابوليزم، لا أبد، مباشرة دخل للدم صار له امتصاص، صار له ابزوربشن 100%. إذا البايو افايلابيلتي 100%، هاي شو وين؟ هاي فقط بالانترافينوس، ركزوا طلاب، هاي فقط انترافينوس. زين يقول with level achieved by IV administration after IV administration 100% of drug rapidly enter the circulation. مثل ما ذكرت يقول انه اذا اخذت الدراج عن طريق الـ IV او عن طريق الانجكشن، يعني انجكشن IV بالوريد، راح يكون الامتصاص مالته كامل 100%. اخذت فد جرعة انسولين مثلا على سبيل المثال، الدوز مالتها يعني نفرض 100%، او يعني الدوز 100 أو 150 أو 200 يعني حسب التابلت هذا، ف ايش راح يصير للابزوربشن؟ راح يصير 100% او 150 كامله تصير لها امتصاص. زين، لان انا انطيتها عن طريق وريد، ما انطيتها اورالي وحتى يروح للجي اي تي ويروح للانتستين ودور للليفر ويصير له ميتابوليزم، وبهاي الحالة انا عندي بالليفر انزيمات يسوي الميتابوليزم، ما مر بهذا الشيء، انا انطيتها يعني انترافينوس مو اورالي. زين، when the drug is given orally، هاي هنا يقول لما ننطي العلاج او الدواء ننطي اورالي، only part of administrated dose appear in the plasma، يقول جزء من الدوز اللي اعطيتها للبيشنت راح يظهر وين؟ راح يظهر بالبلازما. وطلاب البايو افايلابيلتي عندي علاقه راح نحسب من خلالها البايو افايلابيلتي اللي هي شو تقول؟ تقول by plotting plasma concentration of drug various time the area under the curve AUC اللي هو اختصار area under the curve أو area under curve can be measured the total AUC reflect the extent absorption of drug bioavailability of drug given orally is ratio of AUC following oral administration. أدري ما افتهمتوا، كل شيء ما افتهمتوا من هذا، تعالوا هنا نفتهم. شوفوا طلاب، بس خلنا أصغر. طلاب البايو افايلابيلتي بالعاده يرمزوا لها بالرمز F، العلاقه ماتي مثل هسه هاي العلاقه AUC شنو؟ طات العلاج اورالي. زين، اورالي، هاي اورالي. زين، على AUC وهنا اخلي في 100%، في 100%، هاي العلاقة طلاب اللي هي F، قلنا نرمز للبايو افايلابيلتي نرمز لها بالعادة F، وال IUV oral على ال IUC IV اللي هي تمثل الانترافينوس في 100%، هي هاي العلاقة اللي عن طريقها نقدر نحسب البايو افايلابيلتي. شفنا العلاقة. زين، مثلا يعني على سبيل المثال، مثلا احنا انطينا بيشنت حسب مثالنا هذا اللي هنا موجود عندنا اورالي انطيناه هي بجرعة 100 ملغرام، دوز جرعة انطيناه هي 100. زين، قلنا اورالي اللي هي 100 اللي هي الاي يو بي
أورالي حسب القانون اللي أتمنى يعني تذكرونه، أورالي فوق اللي هي الدوز طناها ايش قد 100. هنا نشرح طلاب أوضح شوية. شوفوا إحنا إيش قلنا شوية قبل شوية، قلنا إنه البايو أفايلابيلتي نرمز لها بالرمز F. زين إيش راح تساوي لي العلاقة مالتي IUC أورالي على من على IUC في 100%؟ زين تساوي ال بالباص شنو اخلي؟ اخلي يعني شقد الدوز اللي صار لها absorption بالبلاد، شقد عند 70 ملغرام هو اللي صار له absorption، اذا اخلي فوق بالباص 70، وبالمقام شو اخلي؟ اخلي الدوز الكلية الموجودة على التابلت او الموجودة بالانجكشن او يعني شنو اللي عندي اخذته حسب طريقة الروت، شقد مكتوب الدوز بها مثلا بالتابلت مكتوب 100 ملغرام، اكتب 100 هنا في 100%. زين هاي يروح لهذا ومية هنا نصفارة هذا هم يروحها، يعني تطلع البايو افايلابيلتي شقد؟ تطلع 70%. يعني اتمنى صارت واضح شلون نحسب البايو افايلابيلتي. زين البايو افايلابيلتي دائما دائما الباص راح يكون الدوز اللي صار لها ابزوربشن شقد نسبتها. مثلا على سبيل المثال مطين الجرعه مالت دراج مثلا 500 وعدي صار الابزوربشن للدراج بالبلاد صار مثلا بنسبه 250، ايش اخلي انا؟ اخلي 250 على 500 في 100%، بهاي الحاله راح تطلع لي البايو افايلابيلتي. زين خلصنا شلون يعني نحسب البايو افايلابيلتي، هي اهم شيء تعرف البايو افايلابيلتي شنو اقصد بالبايو افايلابيلتي. زين هسه نجي لمن؟ نجي للفاكتور اللي تاثر لي على البايو افايلابيلتي جدا مهمه، اللي هي ان كونتراست تو اي في ادمنستريشن ويتش كونفيرس 100% البايو افايلابيلتي. يقول يابا يعني البايو افايلابيلتي ترى مالت الاي في يعني نفس هالدوز اللي مكتوبة مثلا على الانجكشن، مثلا هي 100 ملغرام راح يصير لها البايو افايلبت 100%، لان مثل ما ذكرت قبل شوية انه انا راح اخذ عن طريق الوريد مباشرة، راح يروح الدرج للوريد مباشرة بدون لا يمر بالجي اي تي ويروح للليفر ويصير للميتابوليزم، ولا مباشرة للاوردة ويروح للدم فيصير لابزوربشن 100%. على العكس من الأورالي، إذا أخذت الدراج أورالي راح يكون راح يخضع إلى شيء أسميه first pass metabolism، اللي هي هاي أحد العوامل اللي تأثر لي على البايو أفايلابيلتي جدا مهمة. إنه راح من أخذ الدراج أورالي راح يروح للجي آي تي، وبعدها يمر بالإنتستين، وبعدها يروح عن طريق البورتال بين يروح للليفر، وهناك راح يصير بي ميتابوليزم. هاي الميتابوليزم أسميها فيرست باس ميتابوليزم، اللي هي أحد الفاكتورات اللي راح تأثر لي على بايو أفايلابيلتي. This bio transformation in addition to chemical and physical characteristics of a drug determines the rate and extent to which an agent reach the systemic circulation. يقول بالإضافة إلى ذلك التركيب الفيزيائي والكيميائي للدراج أيضا رح يأثر لي على البايو أفايلابيلتي. يعني أكيد أكيد الطبيعة الكيميائية مثل تركيب الدواء إذا حامضيته قاعديته من هاي الناحية، الفيزيكال مادة مثل إذا أخذه بعد الأكل أو قبل الأكل، هاي أيضا راح تأثر على الامتصاص. زين راح تأثر على الامتصاصية. أول فاكتور يأثر لي على البايو أفايلابيلتي اللي هو الفيرست باس هيباتيك ميتابوليزم. فيرست باس هيباتيك ميتابوليزم when a drug is absorbed from the GIT tract. لما يعني يمتص الدواء ويروح للجي اي تي تراكت، يمتص من قبل الجي اي تي،
it enter the portal circulation، راح يدخل بالبورتال سيركيوليشن بيفور انترينج ذا سيستميك سيركيوليشن، يعني راح يروح عن طريق البورتال فين ويروح للليفر، وهناك يصير للميتابوليزم وراح يتكسر الدواء، او راح الليفر ياخذ يعني ما يطلع الدواء، ما يطلع الدواء للسيستميك سيركيوليشن اللي اخذته بالجرعه الكامله، لا راح يسوي له يكسره، يكسر جزء من عنده. زين، فهو هذا اللي يقصد بالبورتال سيركيوليشن، انه يروح للبورتال فين ويروح للليفر قبل لا يروح للدم. If the drug is rapidly metabolized in liver or GIT wall during this initial passage, the amount of unchanged drug entering the systemic circulation is decreased. هاي مثل ما شرحت هسه قبل شوية، يقول هو راح يروح يمر بالليفر وهناك يصير له ميتابوليزم، وبعدها راح يروح للسيستميك سيركيوليشن، بس من راح يروح للسيستميك سيركيوليشن راح نشوف النسبة مالته ديكريز، قالة، مو مثل مالت الدوز المكتوبة بالعلبة مالت الدراج. This is referred to as first pass metabolism. هذا شنو اسميها؟ هاي اسميها انه الدراج صار له first metabolism بالليفر، سميها first metabolism. زين، نعطيني ملاحظة، يقول first pass metabolism by the intestine or liver limit the efficacy of many oral medication. يقول هذه first pass metabolism اذا صار اللي يصير لي سواء كانت بالانتستين او ليفر راح تقلل من الافكسي مالت الدراج، راح تقلل من كفاءة الدواء، يعني مو مثل ما كان هو 100 يعني ملي غرام الدوز مالته 100، وبينما راح مر للانتستين وراح للليفر وصار له ميتابوليزم، قلت يعني كفاءته قلت لان صار له ميتابوليزم. زين، فيقول فور اكزامبل، مثلا منطينا مثال، مور ذان 90% من النيتروغليسرين از كليرد ديورينج فيرست باس ميتابوليزم. بعد هاي انا شو استفاد من الدواء؟ مثلا علاج النيتروغليسرين صار له 90، هو النيتروغليسرين هي هاي الحبايه تحت اللسان اللي ياخذوها الاشخاص اللي يعانون من امراض القلب، يقولون اذا اخذها هذا اورالي زين مو سبلانجوال، اخذها اورالي ايش راح يصير لها؟ راح يصير لها يعني جزء جدا كبير راح يصير له يعني ميتابوليزم، تقريبا بنسبة 90% راح يصير لها ميتابوليزم. مثلا خلينا نفرض هي 100 يعني الجرعة مالتها 100%، اخذناها اورالي ايش صار لها؟ راح يصير لها ميتابوليزم عن طريق الليفر، راح صار التكسير الانزيمات مالت الليفر كسرت تقريبا 90% من عندها، بقت 10%، وين الفائدة من ذلك؟ ايش قالوا؟ قالوا ان لازم ياخذوها سب لانجوال. ليش؟ لان سب لانجوال تحت اللسان راح اكو هناك يعني شلون متركزة او كثير من الاوعية الدموية، فمباشرة راح تمتصها هاي الاوعية الدموية. زين، hence it is permeably administrated via the sublingual or transdermal route. اما ياخذوها sublingual or transdermal route، او يعني عن طريق الديرمال البشرة الجلد يعني topical. زين، drug with the high first pass metabolism should be given in dose sufficient to ensure that enough active drug reach the desired site of action. يقول إذا أنت تريد تعطي دراج عن طريق الأورالي زين، لازم تعطيه شوية بنسبة أعلى، يعني إذا تريده ياخذ مفعوله ويبقى يحافظ على كفاءته شوية لازم أنت تعطيه بنسبة أعلى من يعني المطلوب. ليش؟ لأن هذا راح يصير له ميتابوليزم يعني بالليفر، راح حتى تتحسب حساب إنه هاي النسبة راح تتكسر، ما راح يستفاد منها الجسم. زين، ما راح تأثر على الجسم لأن هي راح تتكسر بالليفر، فأنا شوية أنطي هيك يعني هاي عالية. زين، العامل الثاني اللي هو solubility of drug، الذوبانية مالت الدراج. Very hydrophilic drug are poorly absorbed because of their inability to cross lipid rich cell membrane. طلاب احنا نعرف انه cell membrane هو عبارة عن phospholipid، عبارة عن دهون rich lipid، غني بالدهون. زين، اذا انا اخذت مثلا دراج كل water soluble، شو راح تكون الامتصاصية؟ الامتصاصية مالتها راح تكون يعني اما قليلة او تكون تقريبا معدومة. زين،
لأن راح يكون يعني ما راح يدخل يقدر يدخل الخلية زين. لذلك أغلب الدراج قلنا شنو راح تكون ليبيد سوليبل. فإذا السوليبلتي هي أحد الفاكتورات اللي تأثر لي على البايو أفايلابلتي زين. Drugs are extremely lipophilic are also poorly absorbed. نفس الشيء يعني يقول هي راح تكون قليلة الامتصاص because they totally insoluble in aqueous body fluid and therefore cannot again access to surface of cell. لأنها ما راح تمر من خلال سطح الخلية غشاء الخلية ما راح تقدر تمر. For a drug to readily absorbed it must largely lipophilic yet have some solubility in aqueous solution. لذلك راح لازم يكون العلاج شنو لايبوفيليك يعني لازم يكون ليبيد سوليوبل زين حتى يقدر لان راح يقدر يمر من خلال غشاء الخليه زين. لان غشاء الخليه هو على اعتبار انه هو ليبيد ما راح يصير تنافر بيناتهم على العكس من الهيدروفيليك لا راح يصير تنافر بيناتهم زين. ويقول this is one reason why many drugs are either weak acid or weak bases. وهذا يكون أحد الأسباب اللي يكون بها ال drug weak acid or weak bases. العامل الثالث اللي هو ال chemical instability. some drug ال chemical instability مثلا حالة الدواء ال drug هل هو حامضي or قاعدة يعني هيك زين. some drugs such as penicillin G are unstable in pH of gastric content. others such as insulin are disturbed in GI tract by degradative enzyme. يقولون إنه الدراج بعض الأدوية مثل عنا بنسلين جي وكذلك الإنسولين يعني ما لازم ننطيهم أورالي لأن مثلا شلون المعدة مو راح تكون البي اتش مالتها قليل حامضية عالية مالتها جدا عالية فهذا راح يأثر على البنسلين وراح يأثر على الانسولين. لذلك راح نشوف انه الاشخاص اللي عندهم الدايبتيز يعانون من مرض السكري راح يكون ينطوهم الانسولين عفوا عن طريق انجكشن حقنة يعني مستحيل ما شايفين شخص ياخذ اورالي الانسولين لا او مثل ما عندنا البنسلين جي همات ما ينطو اورالي اما توبيكال على هذا البشره الجلد على شكل كريمات زين. والانسولين قلنا انجكشن زين. العامل الرابع اللي اثر لي على البايو افايلابيلتي اللي هو النيتشر اوف دراج فورمولايشن. النيتشر اوف دراج فورمولايشن يقول دراج ابزوربشن مي بي التريتد باي فاكتور ان ريليتد تو كيميكال اوف دراج. يقول هي احد العوامل طبعا اللي تاثر لي على الابزوربشن بالتالي تاثر لي على البايو افايلابيلتي. ويقول هي ما لها علاقه كيميائيه الدواء يعني شنو يعني هي تخص طبيعة الدواء مو كيميائيته يعني شنو يعني ما لها علاقة بهل هذا الدواء حامضي أو قاعدي ماكو ما لها علاقة ما تأثر عليها هاي الخواص لا هي تهتم بطبيعة الدواء يعني شون مثلا هناك خواص تأثر لي على الـ nature of drug formulation اللي هي الـ particle size حجم الدواء salt form شكله الكريستال بوليمورفين والانتريك كاوتينج and presence of expense such as benders and disappearing agent can influence this ease of dissolution and therefore alter the rate of absorption. يعني مثلا النتشر مالت الدراج تأثر على البايو افايلابيلتي مثلا شكل الدراج حجم الدراج طريقة التركيب مالت الدراج هذا الدراج شلون متركب شنو الداخل بتركيبه شنو هذا يعني هذين الشغلات شنو اللي يغلف هذا الدراج الانترنال كاوتينج شنو اللي يغلفه زين. هذا كلها تأثر على طريقة او تأثر على البايو افايلابيلتي او لا هي تأثر على النيتشر اوف ذا دراج فورمولايشن اللي تأثر لي على البايو افايلابيلتي. خلصنا البارت الاول من هالمحاضرة. ان شاء الله يكون واضح ومفهوم. ان شاء الله نلتقيكم بالبارت الثاني.